القوانين الكابتة للحريات. الحكومات ما يخلون الشعوب. الآن أغلب الشباب في أغلب البلاد الإسلامية حتى الغنية ما يتمكنون يتزوجون، ما يتمكنون. الشباب باقين في البيوت والفتيات باقين في البيوت، بقينا في البيوت ما يقدرون. إلى أحد مراجع التقليد، هاي قضية جديدة، 70 فتاة جامعية جئنا، فتاة جامعية عمرها 30 أقل أكثر. فمرجع التقليد سألهن أو سأل الواسطة اللي دول متزوجات لو لا، قال من هذه 70 وحدة فقط متزوجة فقط. المرجع قال ليش ما يتزوجون؟ ماكو شباب. قال ليش؟ أكو شباب ولكن ما يتمكنون. الشباب حتى في البلاد الغنية ما يتمكنون. واحد إذا أقدم يمكن يندم، ما يتمكن. يريد يبني بيت ما يتمكن. في العراق في فترة من الفترات لقضية ما أدري ليش أجازوا بناء البيوت. الناس بنوا بعضهم بيوتهم بأيديهم، هو بنى بيته، ومن جملتهم الشيخ إبراهيم الله يرحمه، شفته هو بنى بيته بيديه، وبعض الإخوة كانوا رايحين شايفين بيته. الحكومات لا تسمح ببناء البيوت، ما يمكن، ما يخلوهم، خلافا لله وخلافا للرسول وخلافا لإجماع الفقهاء. الأرض لله ولمن عمرها. هذا في الكافي، هذا الحديث موجود في كتب العامة، موجود شبه هذا، ما يخل. واحد يريد يبني بيت ما يخل، واحد يريد يستخرج ثروات طبيعية يقدر ما يخل، واحد يريد يسافر من منطقة إلى منطقة ما يخل، واحد يريد يشتغل ما يخلو. خنقوا العباد، ما يتمكن. هذا الشاب لا يتمكن يشتغل إلا بقوانين مشددة، ما يتمكن يعمل، ما يتمكن يصيد، ما يتمكن يحيي المباحات، ما يتمكن يبني بيت، ما يتمكن ينتقل من منطقة إلى منطقة إلى آخره. هذا أوجد جيل من الفقراء، أجيال من الفقراء، ما يتمكن. هذه المشكلة الأولى، وذنبها يقع على الحكومات، مشكلة القوانين الكابتة. الشعوب أيضا يقع عليهم ذنب، لأنهم رضوا بهذا الواقع، لأن ما يتكلموا، لأن سكتوا عن ذلك. شركاء، ما أقول كل الحكومات، حكومة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ما كانت هالشكل، لكن هذا الطابع العام.